السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الهواتف الذكية باستخدام الأداة الرائعة والجميلة فلاتر. والنهاردة هنكمل كلامنا عن بناء ديزاين الرائع اللي شفناه في الحلقات اللي فاتت، فخليكم معانا. اخر حاجة عملناها هو ان احنا عملنا الديزاين بالشكل دوت، وكنا لما ندوس على اي حاجة بتفتح لنا كده. تعالوا نرجعه للوضع الكولابسيت، الفول كولابس دوت، ماشي، ورن، ماشي، تمام كده. ده كان اخر وضع احنا وصلنا له. تعالوا بقى نكمل ايه الديزاين دوت، ونخلي الموضوع ايه يتعمل عن طريق الضغط عليه. يعني بتعمل تاب كده اهوت عليه، يقوم جاي فاتح، تعمل تاب عليه يقفل، وهكذا. ماشي، اول حاجة هنعملها ان احنا هنيجي هنا اهوت كده في الحتة اللي فيها البوزيشن ديت، ونغيرها ل انيميتد بوزيشن، انيميتد بوزيشن، ماشي. وفي الحالة ديت ممكن نبدأ نحط الانيميشن بتاعنا في الليلة ديت، ماشي. اول حاجة هنحط الديوريشن بتاعها والكيرفز هنا. ديوريشن هيبقى كونست ديوريشن بالملي سكند مثلا، هنقول انه 500. وتعالوا نظبط الكود كده عشان مش معدول، تمام اهوت. فين كنا شغالين فين؟ ايون هنا كده، وهنا الكيرفز هيساوي هنا كيرفز دوت ديكليريت، ماشي. خلينا نغيره دوت للاكسباندد باتوم شيت، او خلينا نرجعه صفر تاني. خد دول كده دول الاكس، ممكن نحطهم هنا في الكلاس دوت، نستخدم فاينل، تمام. ونيجي هنا هنستخدم متغير ويدجت، ويدجت دوت اكسباندد باتوم شيت، ماشي كده افضل عشان نقدر نتحكم فيها تحكم كامل. هنضيف هنا بقى حاجة عشان نثبت بيها الحاجة، نعرف الكلاس ده دبل دوت هنا ايه مثلا كارنت شيت، الوضع الحالي يعني ليه، ماشي. وسوري خلينا هنا نخلي دوت في الوضع اللي هو الاكسباند الكولابسد كولابسد بدل مشيت، ماشي. هنا بقى هنزود حاجة بسيطة عشان تساعدنا على الحركة، ويز افتر لي اوت ميكسن، ونخليها مع ايه الكاركتر ديتيل سكرين، ماشي. هيقول لك عاوز يعمل سام اوفررايدز. طبعا الافتر لي اوت دوت، لو انت مش في الحلقات، في الحلقه الاولى ذكرنا ان احنا ضايفين الميثود ديت عشانه، ماشي، او ضايفين اللايبراري ديت عشانه. فلو انت مش ضايفها ارجو انك تراجع الكود تاني وتضيفها لو عندك مشكله فيها يعني، وهي بتضاف كده اهوت. ونشوف هنا عايزنا نعمل اوفررايد لايه، امبورت وان ميس اوفررايد اهو، افتر لي اوت، والويدجت ده اللي مطلعه بره كده دخله جوه كنترول اكس كنترول في ومكانه جوه الكلاس، ماشي. هنا افتر فيرست لاي اوت، تعالى هنا نضيف بوليان هنا، بول نسميها از كولابسد باي ديفولت فولس. هنيجي هنا اهوت كده، امسح ده، وهنقول هنا هنا سيت ستيتس، ماشي، از كولابسد هيساوي ترو، و هنا الباتون سكرين بوزيشن هنا هنا او الكرنت باتون سكرين شيت بوزيشن بتاعنا هيساوي هنا ويدجت دوت كولابسد باتون سكرين. هنروح هنا اهوت، هنا نخليها دي بقى هي الكرنت باتون بتاعتنا ديت، ماشي. ونخلي الديفولت بتاعتها ان هي كولابست
سالب 330. اوكي نيجي هنا نعمل asynchronize في set status، هنعمل wait get اللي هو هنا future delayed dot delayed، وهنا ال duration بتاعه constant، هنا duration هنا ملي سكندز مثلا 500، و الميثود اللي جوه هدا كده، حطه هنا واقفل دي خلاص كده بالضبط والمفتاح تمام كده اهوت. هروح للسنجل تشايلد سكرول فيو، افتحها كده، وهنا في الاون بريست انا كنت حاطط بتعمل بوب، لا انا هحط سيت ستيتس كمان فيها بس انها تقفل الليله ديت واحنا ماشيين تمام كده اهوت. وهنا هيبقى هنا الكارنت باتوم شيت هيساوي الويدجت هنا فول كولابس شيت كده اهوت، وبرضو نحطها في فيوتشر بحيث تفتح وتقفل معانا يعني. طيب هنا فيوتشر دوت ديليت، هنا كونست ديوريشن ملي سكندز، مثلا هنا مش لازم 250 كفاية اوي 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 ماشي. والكلاس بتاعت الديليت ناخد ده الست ستيتس ده كنترول اكس ونحطه كنترول في، ونحط علامة ال ايه سوري اكس كنترول في يعني كده تمام كده اهوت ماشي. وهي يبقى عندنا الفيوتشر ديليد في ايه في الميعاد بتاعه كده. خلصنا كل السيت ستيتس، لسه فاضل بقى ان احنا لما نضغط عليها ذات نفسها اهوت فين الكونتينر بتاع الجزء دوت نقفل ده خلاص كده السكيدول ده انيميتد بوزيشنز. هنيجي عند الكونتينر دوت ها ونوارب نيو ويدجت، طبعا هنستخدم زي ما انتوا عارفين ان سوري ان كويل، وطبعا انتوا عرفتوا فايدتها ايه خلاص. طبعا فايدتها ان انا احط اون بريست واقدر اتحكم فيها كباتون كاي ويدجت عندي ماشي. هنعمل بقى هنا فانكشن، هنقول هنا اون تاب، مش لازم نكتبه هنا، ممكن نعمل هنا اون اون تاب، ونيجي هنا كده نعمل فانكشن جديدة نحط كده اهوت اون تاب، وهنعمل فيها سيت ستيتس، ونبدأ نكتب لامدا اكسبريشن يعني لو هو كولابسد اقفله، لو هو مش كولابسد افتحه كده اهوت يعني. هنا هنقول هنا الكرنت باتوم شيت هيساوي هنقول له لو هو از كولابسد علامة استفهام، يبقى هياخد هنا الويدجت دوت اكسباند، لو مش هو كده يبقى هياخد هنا الويدجت دوت كولابس ماشي وكده تمام. يبقى انا ايه بقول له لو هو يعني شوف هنا الكولابس دي حصل ولا لا، بتتحدد من هنا كولابس ترو ما حصلش، ورن كده نجرب اهو مفيش حاجة حصلت. نسيت حاجة مهمة ان انا احط هنا بعد ما يحصل اون تاب اقول له هنا از كولابسد هيساوي نوت از كولابسد، ورن تاني في مشكلة ما، وهنا مش عاوز يضغط على التاب في حاجة مش مظبوطة. تعال نشوفها كده
ال on tap function عادي. ممكن نلغي دي كده ونرن تاني اهو. تمام، التاب اشتغلت اهيت بالظبط زي ما احنا ايه عايزين. تمام كده، وبكده نكون خلصنا الديزاين دوت في سلسلة الديزاينز اللي انا كنت يعني اللي احنا كنا متعلم فيها ازاي نعمل ديزاين تفاعلي. ومن الحلقات الجاية هنبدأ نعمل بقى برنامج فيه ديزاين وفي ربط بحاجات زي داتابيز زي كلاود زي كده، وكمان هنبدأ نعمل برنامج كامل من الألف إلى الياء يعني. وممكن كمان بعديها هنتعلم إزاي نرفع البرامج ديت على المنصات سواء أبل ستور أو جوجل بلاي، وكمان هنتعلم إزاي نتعامل مع الحاجات ديت ونحط عليها إعلانات وكده، وكمان ممكن نكسب منها فلوس يعني في المستقبل إن شاء الله. أتمنى للجميع إن يكونوا فاهمين إحنا بنقول إيه، وأتمنى الناس اللي عنده استفسار من أي نوع يسيبوا فيه الكومنتس بوكس تحت الفيديو، ويا ريت الناس تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعم القناة بعمل الحاجات ديت عشان اليوتيوب ينشر الفيديو ويوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيد بيه ناس كتير. في النهاية أتمنى لجميع التوفيق. كان معكم المبرمج أحمد محمدي، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.